خليني أسألك قبل ما نطلع على الفاصل دوت الرئيس. التقيت بالأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية وحكيته بموضوع لبنان وكان لقاء يعني استقباله لإلك كان جيد، حتى حسب ما فهمت أنه صار في نكت بينك وبينه. بس هل مستعدين السعوديين أنه هلأ يفوتوا بالموضوع اللبناني جدياً بعد مؤتمر باريس؟ لمست عنده أنه عنده استعداد؟ أول شيء بقول لك أني أنا هاي أول مرة قعدت معه، حقيقة معجب جداً بشخصيته ومعجب فايت أني معجب، لأنه هو نحن مرقنا بالبلدان الشرق الأوسط بثورات، وصارت الثورات خربت البلدان، بعض البلدان ليبيا وسوريا وكل ياتها، واللي صار بمصر مرحلة زمنية وهلأ الحمد لله رجع انتعشت. صار في ثورات من تحت، إجا عمل الثورة الحقيقية من فوق وعمل الإصلاحات اللازمة كل ياتها لازمة، وأظهر الحداثة بالدين وبالعروبة. هيدا هالشخص حقيقة عامل تغيير لا يوصف. يعني أنا ما بدي كأني عم بتزلف أو عم بحكي عن بغالي بالحديث، اللي بيروح على السعودية وبيعرف شو صار تغيير بالسعودية بيقول مش معقول، وخاصة أنه معظم المواطنين عنده من جيل الشباب 70%. هدول هدول دخلوا الحداثة بكل معنى الكلمة، دخلوا التكنولوجيا بكل معنى الكلمة، فبالتالي انتظر من السعودية أن دولة عظمى قريبا جدا ضمن هذه القيادة الموجودة. هلأ نرجع موضوع الحديث وموضوع لبنان. هلأ أعجبت بشخصيته، هو أعجب فيك؟ هذا يعني سؤال يعني مدح بشكلك؟ هذا سؤال 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 قاله. لا على الصعيد الشخصي أنا بقول إنه حكى كلام كتير حلو، ولكن ميز بين الشخصي وبين موضوع لبنان. طيب شو قال لك عن لبنان؟ موضوع لبنان موضوع شائك. موضوع لبنان هو اليوم عنده هم هو اليمن. في فريق من لبنان هو عم بيخطط ويتآمر على المملكة العربية السعودية باليمن، ومصدر هذا الخطر من لبنان. فإذا أي مساعدة تكون للبنان يخشى أن يكون هذا الفريق ينتفع من هذه المساعدة، وبالتالي مش مستعد يساعد لبنان ولا بشكل من الأشكال. هيدي بصراحة مثل ما عم بقول لك إياها، قال لي إياها وهي بالحرف الواحد، قال لك أنا لست مستعد لمساعدة لبنان طالما حزب الله يقاتل في اليمن ضدنا. أنا مستعد أن أساعد، ليش بنخدها هيك؟ خليني أخدها بالإيجابي. أنا مستعد أن أساعد لبنان من مواضيع الصندوق اللي انعمل الفرنسي السعودي، وأنا مستعد أن أكون فيه، أعطي كل المواضيع لمساعدة المحتاجين ومساعدة المستشفيات والجمعيات الاجتماعية وكل ما يتبع لبنان أن تمر عبر هذا الصندوق. أما الدولة؟ الدولة إذا في بلد دولة جزء منه حيستفيد منه هو بنظره عم بيعملوا هالتآمر عليه، لا منه حيساعد. اوكي اذا هذا كيس واضح، يعني مش انا مش عم بحكي سر واضح دولة الرئيس انه انا لن اساعد لبنان طالما حزب الله جزء من هذه الدولة وهو قد ياخذ الاموال له. طالما حزب الله حزب سياسي في لبنان، طالما حزب الله يقوم باعمال ربما او مساعدات عسكرية لمن يناهضني في اليمن. طيب ممتاز. ليش عم تاخذ صلاحيات المسيحيين؟